هتعمل ايه لو هجمك الفك المفترس او الشيطان الاسود وانت معاك اسرتك في وسط المية بدون مساعدة؟ وبيبدأ فيلمنا باتنين من الغواصين اللي بيشتغلوا في شركات البترول وكانوا بيستخدموا قنابل في تفجير المناطق اللي شاكين ان فيها بترول تحت المية، وبينزل واحد منهم يزرع القنابل اللي تحت لكن بيستحضر وحش وبيجي يخلص عليه، وبعدها بيطلع لصاحبه هو كمان يخلص عليه، وبتظهر هنا عيلة في اجازتها وطالعين رحلة مع ابوهم القبطان اللي بيشتغل في تكرير البترول وابنهم اللي بيعشق القراصنة. ولما بيقفوا استراحة في مكان على البحر، ابنه بيشوف من بعيد مكان اسمه دايامنتي، وبيسأل أبوه انت هتشتغل على المكان ده؟ وبيقول له لو الشركة شافته مناسب للشروط هيستخدموه في التكرير. وبيكونوا رايحين على فندق في المدينة اللي ما راحوهاش من زمان جدا، لكن المدينة دي بتكون غريبة ومليانة رسومات لحجر شكله غريب بيسموه تالالوك، وهو في معتقداتهم انه إله بيحميهم، وحتى الناس اللي فيها شكلهم غريب. ولما بيوصلوا للفندق بيلاقوا شكله متغير، وبيروح القبطان ده بيسأل شوية شباب عن الفندق لأنهم أسرة وجايين يقضوا أجازة الأسبوع كله هنا، وبيقابل راجل اسمه إل ري وبيقول له مفيش حد بيجي هنا علشان يقضي أجازته، وبيتكلم بحدة، لكن آينس مرات القبطان بول بتتدخل وبتديله فلوس وبتطلب منه يساعدهم يلاقوا مطعم أو كافيه قريب، وبيوافق. وهم ماشيين معاه بيشوفوا تماثيل لنفس رسومات لتالالوك، التمثال اللي شافوه في أول المدينة، وبيسألوا إل ري ليه هو هنا؟ بيقولهم علشان يحميهم، وبيركز تومي ابن القبطان مع كلامهم والتمثال، وبيحطوا له واحدة سنيكرز وبياخد بدلها تمثال صغير، وبيوصلهم إل ري للمطعم، وبيسألوا بول التمثال وجوده هيحميهم من إيه؟ فبيقول له من الديمونيو، ولسه هيسألوا بيقطعهم تومي، وبيسيب تذكار لإل ري وبياخد بول وبيدخلوا المطعم. وبيجي اتصال لبول من شركته علشان يروح يكمل فحص في ديامنتي، وبيطلب من آينس تحجز لهم في مكان تاني غير المدينة دي لحد ما يرجع، لكن ابنه وبنته أودري بتعترض انه هيسيبهم في نفس المدينة لوحدهم ويمشي، لكنه بيبقى مضطر. وهو خارج من المطعم بيدي الباريستا فلوس وبيطلب منه انه ياخد باله من اسرته لحد ما يرجع، وبيوصل الشاطئ اللي هيركب منه مركب توصله لدايامنتي، وبيقول الامن اللي هناك انه يكلم الشركة هيقول لهم انه في الطريق، لكنه مش بيعمل كده، وبيكون معاه صورة البول وبياخدها يقطعها. ولما بيركب بول مع الصياد اللي هيوصله بيسأله ايه اللي حصل في المدينة، فبيقول له ان مؤسسة دايامنتي صحت الشيطان، فبيضحك بول على كلامه، وبيوقفوا الصياد عند مركب تاني وبيقول له مش هقدر اكمل معاك الطريق، وبيكون خايف وبيروح بول لوحده. وبيكون تومي شغله جدا موضوع تمثال التلالوك، وبيفضل يبحث عن معلومات عنه كتير، وبتكون آينس قلبها مش مطمن وحاسه بحاجة غريبة، وبتستغرب لما بتلاحظ ان الجو والبحر حلوين لكن مفيش طيور خالص. وبيجي واحد مع شلة مش تمام وسكران في المطعم، وبيرخم على آينس وبيتحرش بأودري، وبيكون تومي في الحمام لكن آينس بتضربه على دماغه بالإزازة وبتهددهم، وبتاخد أولادها وبيهربوا، والراجل بتاع المطعم ما تدخلش نهائي، لكن الشلة دي بتطلع وراهم تلاحقهم، وبتلاقي آينس إن كاوتش العربية نامت، فبيطلعوا يجروا علشان ياخدوا مركب يروحوا لديامنتي، والصياد بيرفض يروح بيهم هناك، لكن آينس بتغريب الفلوس وبيوافق قبل ما الشلة دي تمسكهم. وبيكون بول لسه في طريقه لديامنتي وبيلاقي في البحر متعلقات شخصية الغواصين وعليها آثار دم، ولما بيوصل دايامنتي مش بيلاقي حد نهائي، وبرضه بيلاقي رسمة التلالوك في المبنى ده، وبينادي على صاحبه بيبي لكن محدش بيرد عليه، وبيلاقي في وشه كلب صغير، لكن فجأة بيظهر واحد من وراه معاه سلاح وبيهدد بول، وبيظهر واحد تاني كمان وبيقول له ان بيبي مات، وبيعرفهم بول على نفسه علشان يهدوا، ومن كلامهم بول بيعرف ان اللاسلكي في المكان ده بايظ، وبيقول لهم انه جاي علشان فحص المكان، فبيقولوا له اتأخرت، وبيسمعوا صوت موتور المركب وبيطلعوا يشوفوا مين، وبيعرف بول ان المركب ده فيه اسرته، وبتكون فيه سمكة قرش كبيرة في المية متابعة المركب وماشية وراها، وبتحط أودري ايديها في البحر لكن بتلاقيها سودة جدا، وبتسأل ده ايه، وبيلاحظوا تصرفات غريبة مع الاتنين اللي مع ابوهم، وبيخبطوا وبيضربوا صواريخ لكنهم كانوا بيحاولوا يشتتوا الكائن ده علشان عيلة بول توصل بسلام، وبينزلوا من المركب لكن أودري بتقع في البحر وبتشوف تحت المية اشلاء جثث، وبيطلعوها بسرعة لكن بتكون منهارة. ولما بول وآينس بيسألوهم ايه اللي بيحصل بيخلوا آينس تشوف الراجل في المركب اللي جابتهم، والوحش ده بيطلع فجأة وبياكله، وبيعرفهم تشاتو ان ده الشيطان الاسود او الديمونيو، وبيقولوا لامو تشاتو واللي بيكون واحد من الاتنين الموجودين واللي باقيين من طقم الشركة انهم بقالهم كتير جدا هنا، وان محدش بعت لهم اي انقاذ او ادوات مساعدة، وفي ناس منهم قدرت تهرب وفي ناس ماتت، وكمان مفيش اي اجهزة شغالة في المكان ولا حتى شبكات الموبايل، والشركة تجاهلت كل مكالماتهم حتى اللاسلكي وقف، وكل ده وكان الشيطان الاسود بيحاول يوقع الموقع اللي هم فيه، لكن بول بيطمنهم انه معمول على اساس يتحمل اي قوة
وبيطلب بول من آينس إنها تاخد الأولاد وتفضل في الدور الأول ومحدش يطلع، وبيحاول يشوف حل وبيسأل تشاتو فبيقول له كل حاجة واقفة وإن النفط بقى صفر لأنه اتسرب من شهور وما بعتوش حد للصيانة، ولو نجا هينتقم من كل اللي في الشركة دي. وبيجتمعوا التلاتة وبيقول لهم بول إنه لازم علشان يصلحوا اللاسلكي أو الأجهزة هيضطروا ينزلوا المية ويغوصوا علشان يلحموا الجزء المخصص ليها، وبيعرف من تشاتو إن الغواصة لسه سليمة وهينزلوا بيها. ولما بتعرف آينس بتقلق جدا لكن بول بيقنعها وبيطمنها، وهما بيحضروا نفسهم بيقول لها تشاتو إن ده مش مجرد سمكة قرش، دي لعنة وإن الشيطان ده امتداد لانتقام قديم. فبيرد عليه تومي وبيقول له تقصد تلالوك، وبيحكي لهم تشاتو عن قصة جده لما قاله إن تلالوك دموعه هي اللي أوجدت المحيطات والبحيرات والأنهار، وإنهم كانوا بيقدموا له قرابين لما بيحتاجوا أي حاجة، وإن من آلاف السنين حصل إعصار رهيب بسبب غضبه. وبتسأل آينس عن سبب غضبه وبيقول لها إن الناس افترت على الطبيعة وقطعوا الأشجار وقتلوا الحيوانات كلها وحاولوا يسيطروا على البحار والمحيطات وافتكروا إنهم متحكمين، وده اللي خلاه يثور ويغضب علشان الطبيعة. ولما حذرهم هم طنشوه لحد ما اتولدت ديمونيو نيجرو، وكل ده كان بول بيسخر من كلامه، لكن تشاتو رد عليه بعصبية وقال له ان تلالوك حماها من الانقراض وان بوجودهم لتكرير النفط في المكان ده بيدمروا عالم التلالوك، والشيطان رجع يحميه اللي هو ديمونيو. وبتسأل أودري ازاي نتخلص منه، قال لها تشاتو لازم يتقتل وإن قتله مش هيأثر على تلالوك لأنه هيفضل ينتقم من الناس بطرق تانية لحد ما يقدموا القربان الأخير. وبيقول تومي إن تلالوك ده بتاع المطر، ولأنه غضبان المكان شبه الصحراء في المدينة ومفيهوش مطر نهائي، وجونيور بيديله سلسلة جلبة للحظ يحتفظ بيها، فبيتعصب بول وبيقوم يزعق لهم وبيقولوا إن الكلام ده كله كلام فارغ، وبيقولوا أسرته محدش يصدقهم أبدا، لكن أسرته كانت مقتنعة جدا بالكلام. وبينزل تشاتو وصاحبه في الغواصة وبول بيستنى فوق يراقبهم من الكاميرات وبيوجههم، لكنهم بيكونوا مرعوبين جدا وبيفضلوا يتعزموا على بعض على مين اللي ينزل من الغواصة علشان يقوم بالمهمة. وبينزلوا هما الاتنين لكن بيلاقوا الأسلاك مقفول عليها بالحديد، فبيقرروا يفجروا الحديد ده وبيحطوا قنبلة ويشغلوها، وبيشوف جونيور أشلاء جثث قدامه وبيخاف وبيرجع الغواصة تاني، وبيجي الشيطان ده بيعدي من جنب تشاتو فبيهرب بسرعة بعدها، وبيسحب الشيطان الغواصة للقاع بجونيور، وبيكون بول شايف كل ده من الكاميرا. وبنلاقي إن تشاتو لسه حي وبيطلعوا بول من المية لكن جونيور بيكون مات، وبتنهار آينس من اللي شافته وبيفضل يهديها بول وبيطمنها. وبيطلع يلاقي تشاتو حزين جدا على جونيور وبيعتذر له بول، لكنه فجأة بيلاقي سفن بعيدة وبياخد المسدس يضرب عليهم علشان يساعدوهم، لكن تشاتو بيمنعه وبيقول له فوق انت بتتخيل، والشيطان ده بيخليك تشوف حاجات مش موجودة اصلا. وبعد جدال طويل بينهم ما بيكونش بول اقتنع بكلام تشاتو، وبيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض كمان، وبتتدخل آينس وبتوقف خناقتهم. وبيدخل بول عند ولاده وبيقول له تومي احنا هنموت، لكن آينس بتقول له لا ليه بتقول كده، بيقول لها انه عارف ان التلالوك كانوا بيخلعوا اظافر اولادهم علشان يعيطوا ويملوا بدموعهم الانهار والمحيطات قبل ما يقتلوهم، وبيخلق بكلامه فكره في عقل ابوه وبيقول ان دي خرافات وان هو واخته لازم يساعدوه يدوروا في المكان على اي حاجه تساعدهم. وبينزل يحاول يشغل اي حاجه تساعدهم ويساعدوا تشاتو، وبيفضلوا الاولاد ومامتهم يدوروا على اي دليل لاي حاجه تنقذهم. وبتلاقي آينس اوراق هنعرف كمان شويه هي بتاعت ايه، وبيلاقي تومي حجر برضو على شكل تلالوك وبياخده وبينزل ومعاه مركب خشبية بيركب فيها التماثيل الصغيرة كلها وهو بيقول أسماء عيلته وفي الآخر تلالوك، وبيعوم المركب في البحر وبيطلب السماح من تلالوك وإنهم يمشوا بسلام، لكن في شخص من المركب دي بيقع في البحر وده معناه حد منهم هيموت. وبتلاحظ أودري اختفاء تومي من الأوضة اللي هما فيها وبتنادي عليه، وبتكون آينس بتقرأ في الورق اللي لقيته، وأثناء ما كانت بتدور أودري على تومي وبول شغال هو وتشاتو الشيطان ده بيقرب عليهم لحد ما بيقع تومي في المية وكلهم بيجروا يشوفوه، وبتنط آينس في المية وبتنقذه قبل ما يهجم عليهم الشيطان. وبيروح بول يهدي آينس ويطمن على تومي، لكن آينس بتكون متضايقة منه جدا وبتزعق له وبتقول له تجاهلت كل التحذيرات يا بول، فما بيكونش فاهم. وبيسألها تقصدي ايه، قالت له ان هي شافت توقيعاته على تقارير السلامة وبيحاول يبرر لها الموقف لكنها مش بتصدقه. وبيدخل تومي وأودري وبيسألوهم في ايه، وبتقول لهم آينس ان ابوهم كان موافق انه يشتغل في وجود الوحش كل السنين اللي فاتت دي، وبيطلب منها يتناقشوا بعدين لكنها بترفض وبتقول له ان كل الناس اللي ماتت دي ماتت بسببه. وبينزل بول لتشاتو وبيتكلم معاه شويه وبيحكي لهم ازاي وصل لكده، وبنعرف من كلامه ان شركته اللي خدم فيها لسنين
كانوا قاصدين يوصلوه لهنا علشان يخلصوا منه، ودلوقتي عرفتوا ليه بتاع الامن قطع صورته اول ما مشي، وبيقول له تشاتو انا عارف كل ده من اول ما سمعت اسمك. وبيكون بول مراقب القنبله عن طريق الكاميرا، وبيقرروا ينزل هو ياخدها ويفجر بيها المكان ويقتل الشيطان. وبيلاقي تومي مركب مطاط لكنه مخروم، وبيكون تشاتو صلح اللاسلكي وبيوصل صوته للصياد اللي وصل بول، واللاسلكي بعدها بيفصل وبيبقى عارف ان هما اللي بيستغيثوا. وبتطلب اودري مساعدة امها انها تصنع لزق علشان يصلحوا بيها المركب المطاط. وهنا بيروح ايلري للصياد وبيقول له سيب تلالوك يشوف شغله، وده معناه انه مش عايز يبعت لهم مساعدة. وبيطلع بول بيلاقوا اسرته بتصلح المركب وتشاتو بيصلح اللاسلكي، وبيقول له انه هينزل يتصرف وبيقول له على خطته. وتشاتو بيرفض لكن بيقنعه بول، وبيقول له يخلي باله من اسرته ويوصلهم لبر الامان. وبيتجمعوا وبيفضلوا يدعوا انهم ينجوا، وبيودع بول اينس اللي بتكون مش راضيه عن نزول الميه لكنها بتكون مجبره، وبيغوص بول. وبيطلع تشاتو يلم حاجته وبياخد اسره بول علشان يمشوا بسرعه. وبيوصل بول للقنبله وبيفكها، واللي بيكون باقي على تفجيرها 6 دقايق بس. وبيطلع تشاتو بالاسره على المركب اللي صلحوه، وبيلحم بول المواسير بتاعه الطاقه في الميه علشان اللاسلكي يشتغل، وفعلا بيشتغل وبتكون لسه معاه القنبله. وبيحس بيه الشيطان وبيقرب منه، لكنه بيهرب منه بسرعه في صندوق حديد. وبيكلم اسرته وتشاتو وبيودعهم كلهم، وبيقول لهم انه اضطر يتحبس تحت وانه كان لازم يكفر عن ذنبه. وبينزل من الصندوق ده وبيخلي الوحش ده ياكله وبينفجر على طول. وطبعا كلهم بيحزنوا على بول. وبتيجي مركب تانية بيكون عليها الصياد وإيلري، وبياخدوهم على المركب بعدها، وبيشوفوا منصة الشركة دي بتنهار وبتقع كلها في المية. وبيرمي تومي في المية السلسلة اللي ادهاله جونيور كذكرى، وبعدها الدنيا بتمطر، وده معناه ان الغضب خلص. لكن بتظهر المركب الخشب الصغيرة اللي عومها تومي في المية بأفراد الأسرة وبتغرق كلها. عارف ده معناه ايه؟ قولنا رأيك في التعليقات، وما تنساش ان الفيلم ده مجرد قصة خيالية. وبكده يكون خلص فيلمنا، واستنونا في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.